أجمل من الصيف، في أجمل من الحر، ويا لطيف على الرطوبة، ما في أحلى منتنا. أنا بنبسط يعني، بكون في قمة سعادتي وأنا قاعدة برا. طبعا يعني شيء واو، بس طبعا يعني فعلا لما نيجي نتكلم عن الحر، جسمنا فعلا أيام بنحسه إنه يعني يا لطيف بيتغير. مرات نقول يمكن من أكل، من حاجة ما نعرف، بس أكيد في أكل وفي تغذية بتكون مختلفة شوية، يعني حنتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا اليوم لما النائلة اختصاصية التغذية والصحة. يعني احنا زمان كنا ناكل اي حاجه يعني في الصيف، ما عمرنا نفكر انه والله حتى الصيف لي اكل معين غير الاكلات البارده. اكيد، بس فعلا لما تلاقي جسمك كل شويه يتنفخ، ولا تحس انه تقول يمكن اكلي ما هو ايوه انحبست المويه او شيء، انه ما نعرف انه يعني منه ممكن يكون، ممكن اكيد من الطعام طبعا. نحن مع ارتفاع درجات الحراره العاليه لازم ننتبه اكثر لاكلنا، ولازم اكثر نركز على الاكل يلي بيجعل جسمنا مرطب، ونبتعد عن اصناف الاغذيه اللي بتفقد جسمنا السوائل وكمان بتفقد الطاقه بجسمنا. نحكي بشكل طبعا فوت بالموضوع. بس قبلها الشيف هلا عامله مشاوي رائعه وكوسه وحلقه رائعه بالزبط. والوصفه بتاخذ العقل والعين بتاكل ما شاء الله، حتى البرزنتيشن رائعه. لا هي دائما مدلعتنا صراحه. اي والله الصراحه، وسبشلي استخدمت الكوسه. أيوة. الكوسه من اهم الخضار اللي هي غنيه بالسوائل وبترطب الجسم، وانا بوصي فيها بالصيف كثير. كثير منيحه الكوسه بالصيف، وخصوصي ايضا كمان كل انواع الاوراق الورقيه الخضراء. الاوراق الخضراء بترطب الجسم. كمان وقت نحن استخدمت جبنة حلوم قليلة الدسم، هي بتكون وكمان وقت نغسلها بتكون قليلة الملح، وأيضا البروتين اللي بيكون من مصدر الألبان والأجبان أو الكينوا النباتي، البروتين النباتي أفضل من البروتينات من المصادر الحيوانية فصل الصيف. حلو، يعني هذه من الأغذية اللي ممكن نتناولها. أكيد. وأنا شايف هنا في شوية أشياء معانا. أكيد طبعا، هلأ بالصيف في كتير أشخاص بتتنفخ، بصير عنده ووتر ريتنشن، احتباس سوائل الجسم، وما بيعرفوا ليش، ما بينتبهوا أنه هن ممكن يكونوا عم يأكلوا شيبس وناتشوز وموالح، ممكن يكونوا عم يحطوا ملح على أكلهم بكثرة. بدنا ننتبه، الملح أنا ما بوصي فيه أبداً بفصل الصيف، والشيبس وكل أصناف التسالي اللي منتسلى فيها المساء وخصوص الأولاد ضارة جداً، لأنه غنية بالملح وبتسبب ووتر ريتنشن، احتباس سوائل الجسم. شو ممكن نتسلى المساء؟ ممكن نعمل بوب كورن طبعاً بالطريقة التقليدية، نتفى صغيرة من الزيت، نستخدم الحبوب. هي ما تقولي لي كمان الفشار؟ لا، الذرة فينا أكيد بالطريقة، لأنه يعني ما عندنا حل غير السينما دحينة، فتقولي فشار لا يعني صعبة. هلأ المساء ممكن نعمل بوب كورن، نحط خيار مقطع، نحط فواكه الصيف يلي غنية بمضادات الأكسدة. كل نوع من أنواع الفاكهة له لون بيعطي مضاد أكسدة مختلف عن الآخر. أيوة. وبالتالي عنا الكاروت والتوميتو كتير غنيين بالبيتا كاروتين واللايكوبين يلي بيعطوا بيكافحوا الأكسدة اللي ممكن تصير لوجنا. وكمان هن بيحموا بشرتنا من الأكسدة ومن الإصابة بعيد الشر من الجميع من سرطان الجلد. العنب وكل أنواع الفواكه يلي هي أرجوانية غنية بالأنتوسيانين يلي هو مضاد الأكسدة، اللي لونه أرجواني مثل باذنجان، كمان ما نقشره كله، نخلي شوية قشرة وقت منطبخه كرمال نستفيد من مضاد الأكسدة يلي كمان بيحمي بشرتنا. أنا دائما أقول سبحان الله ربنا، يعني كان يعني في أشياء موسمية. أكيد. إنه في الصيف. أكيد. الأشياء الموسمية أكيد تنصحي مفيدة جدا الأشياء الموسمية، ونركز كتير على الخس والخيار كتير غنيين بالسوائل. صحيح. وسبق وحكينا قديش الشمام والبطيخ غنيين كتير بالسوائل، وخصوصي بفصل الصيف بيعطوا ترتيب للجسم، وغنيين أيضا بالبوتاسيوم. البوتاسيوم وقت بيكون موجود بكمية متوازنة بالجسم بيخفض الصوديوم يلي هو مسبب ارتفاع الضغط ومسبب احتباس سوائل الجسم. المانجو والبابايا. أيه. كتير غنيين كمان أكيد بمضادات الأكسدة وبيرطبوا الجسم. ونحن بالصيف كتير بيأكلوا آيس كريم وسويت وحلويات برا. أنا الآيس كريم صراحة ما يناسبني في الصيف، رغم أنه قد إيش أشتهي. أيه. بس ما يعطشني. تمام، يعني في ناس افضل انك ما تاخدي. هلا نحن اذا بدنا ناخذ ايس كريم ناخذ السوربيه اللي بيكون. أيوة. ما في كريم. واذا اخترناه يعني قليل السكر او خالي من السكر، حتى في كتير موجود بالسوق. صحيح. مصنوع من الفواكه الطبيعيه بيكون افضل. لكن في عنا طريقتين، يا بنعمل ايس كريم صحي بالبيت،
او بنعمل فروت سالد وبنقدم لاولادنا سلطه فواكه صحيه بتكون بتعطي الانتعاش. طب معلش بروح معك عن خلينا نروح للوجبات مثلا. أكيد. بس قبلها معلش عشان ما ننسى هنا انا شايفه شاي صحيح ومشروب غازي ومي المي اكيد شيء منيح. المشروبات الغازيه كثير الناس بتاخذها وخصوصي بفصل الصيف بترطب جسمها او بتشرب العسائل الغنيه بالسكر. بدنا ننتبه ونقول انه هي كثير مضره وخصوصي للاطفال، وانا كثير عم مستغرب كيف اهالي عم يعطوا اولادهم مشروبات غازيه بشكل طبيعي. هذا الشيء اكيد ما هو طبيعي لانه المشروبات الغازيه بتسبب خساره الكالسيوم من العظام وبالتالي بتسبب مشاكل بالنمو عند الاطفال والتركيز عند الدماغ. يعني هدول اللي بيقعدوهم على ايباد 14 ساعه طبيعي مشروب غازي. هلا القهوه والشاي، القهوه والشاي كثير مفيدين غنيين بمضادات الاكسده لكن باعتدال، يعني ناخذ فنجانين قهوه فنجانين شاي باليوم حد اعظمي، بناخذ الفوائد الصحيه منهم لكن زيادتهم بتسبب كمان خساره الماء بالجسم. وكل كوب شاي او كوب قهوه بنشربه لازم نعوضه بكوب ماء صافي، وبالتالي القهوه والشاي ما لهم بديل عن الماء. كتير حلو. المأكولات، إيش المأكولات اللي تنصحي فيها كوجبة يعني؟ تماماً. هلأ فترات الصيف هلأ كتير نكتر خضرة، نكتر بروتين نباتي، نكتر يعني مع بقول أكثر فول حمص، نعمل أشياء النباتية أكثر لأنه يعني بتلمح على المأكولات الباردة. أكيد مأكولات الباردة لأنه دائماً المقالي والدسم العالي بفصل الصيف بياخذ من طاقة جسمنا وبيجعلنا خمولين وتعبانين ومو قادرين نكون نشيطين، مشان هيك بعد قدر المستطاع عن هذا الشيء ونركز على الوصفات اللي مليئة بالخضار. طبعاً الزبادي واللبن أكيد هذا أنا بنصح فيه وخصوصي خالي الدسم، ونكتر من شرب الماء. شرب الماء كتير مهم نرطب جسمنا لنعرف كمية الماء المثالية. بنضرب وزننا برقم 35 بيطلع معنا عدد المليلترات اللي لازم نشربها باليوم، يعني إذا كان صبية وزنها 60 نضرب برقم 35، الرقم اللي بيطلع معنا هو عدد المليلترات الكلية اللي لازم نشربها، يعني صار عنا 2500 معناتها لترين ونص، 3000 يعني 3 لتر. أما فصل الشتاء بنضرب وزننا برقم 30 لنحصل على عدد بالضبط السوائل اللي لازم نتناولها. هلا شرط لازم تكون كلها مويه، ممكن تكون ما بين عصير شوربه هلا قهوه وشاي ما بيعتبر ماء، الكمومال البابونج بيعتبر ماء، اما اي مشروب بقلبه كافيين او سكر لا يعتبر ماء، وبالتالي ما بنصح ناخذ عصاير فيها سكر. ممكن الاطفال نعمل فريش جوس بالبيت وما نعمل عصير، نعمل بالبلندر بالخلاط حتى نستفيد من الفايبرز الموجود بالفاكهه. وانا حبيت معلومه الشاي لان انا كنت افكر انه الشاي بيساعد على الهايدريشن يعني. لا لا طلع بس انه كاستين ماكسيموم. حد عظمي. ممكن تعملي وصفه صحيه بالبيت جرين تي، تعملي ايس تي مع عصير ليمون مع ثلج، نعمله ونرطب اجسامنا وننتبه لصحتنا في فصل الصيف. منوره كالعاده لما نال، يعطيك الف عافيه. تسلمي. معنا اليوم جد استفدنا من كل كلمه قلتيها، ويا رب ان شاء الله نخفف الملح المملحه لا تحطوها على الطاوله. بالضبط.